الصوم هو أول وصية وصلى بها جد البشرية، خلفها فسقط في الخطية. تباكي تباكي يا مريم بالصوم والصلاة والعبادة، نالت مريم كل سعادة، بهما استحقت السيادة. بلاد الهنود فرح وتملى برؤية صعود جسد مريم أم المعبود. تباكي تباكي يا مريم، ثم أن الرسل الكرام افرضوا على أنفسهم ليتحققوا رؤية التوأم. تباكي تباكي يا مريم، ثبت لنا من الأخبار أن العذراء طهر الأطهار، صمت مع الرسل الأبرار. جميع المسيحيين يرجون شفاعة من العذراء عنوان الوداع، فيقدسون صومها بالطاعة. تباكي تباكي يا مريم، حياتها نموذج للمؤمنين فليكونوا بها متشبهين، وبرغبة وطهر صائمين. تباكي تباكي يا مريم، خالق الأرض والسماوات نظر لصومها مع الصلوات، فاختارها من بين البنات. تباكي تباكي يا مريم، دلنا لوقا الإنجيل وقال إنها قالت بأفصح ما قال، تطوبني كل ذهبت للهيكل نسل الكرام، وهي ابنة ثلاثة أعوام، وكانت تذلل نفسها بالصيام. تباكي تباكي يا مريم، ربنا يسوع قدس الصوم بصومه عنا 40 يوم، والعذراء مع الرسل كانت تصوم. تباكي تباكي يا مريم، زاد عجبي وماذا أقول في تعبد مريم البكر البتول، شيء لم تدركه العقول. تباكي تباكي يا مريم، صوموا صومها باعتكاف وتعلموا منها الطهر والعفاف، لأنها فقط كل الأشراف. تباكي تباكي يا مريم، ضاع أجر كل من صام وقلبه
صوموا وتعلموا منها الصيام. طوباكي طوباكي يا مريم، طوبى لمن صام بالحكمة، طوبى لمن صام وصنع رحمة تشفع فيه يوم الزحمة. طوباكي طوباكي يا مريم، ظهر منها عجائب وآيات بصومها وصلاتها كل الأوقات، خلصت متياس من الضيقات. عانية من الملك العظيم، جلست العذراء بمريم كما قال داود النبي الحكيم. طوباكي طوباكي يا مريم، غنوا بتسبيح ومديح جديد، صوموا لتنجو من شر العنيد بشفاعة العذراء أم الوحيد. طوباكي طوباكي يا مريم، فرحت بها كل الشعوب لأنها محت الصق المكتوب بولادتها للفدي المرهوب. طوباكي طوباكي يا مريم، قولوا يا إخوة طوباها واطلبوا صلواتها ورضاها لتذكرنا أمام ابنها ومولاها. شعوب المسيحيين يصوموا صومها بثقة ويقين، وبها دائما متشفعين. طوباكي طوباكي يا مريم، ليس الصوم للعذراء مريم، الصوم لابنها يسوع المعظم، بها نقتدي ومنها نتعلم. طوباكي طوباكي يا مريم، مكثت في الهيكل سنين وايام، مواظبة على الصلاة والصيام، والملائكة تأتيها بالطعام. طوباكي طوباكي يا مريم، إننا ضد الجاحدين الذين لشفاعتها نكرين، ولذا نصرخ دائما قائلين: صارت عرشا وسماء، وتفضلت عن الرسل والأنبياء، وأعظم من القديسين والشهداء. طوباكي طوباكي يا مريم، وجميع الشعوب الأرثوذكسية من صاموا صومها بصفانية، تنجيهم من كل شر وأذية. طوباكي طوباكي يا مريم، لا تنسي المرتل لك من في خطيئة وضعيفة انت تعرفي ابنك بغلس يا عذراء قوي.
رب احفظ البابا ما تركنا والآباء المطرنا ولا سقفة وكانتنا وسائر مراتب بايعتنا. تباكي تباكي يا مريم واحفظ شعب البيعة بسلام واعد عليهم هذه الأيام بشفاعة العذراء ست الأنام.